محمد الأسود مدير الفرقة الوطنية للموسيقى. حبيت نستدعي جمهورنا باش يكون حاضر معنا في ليالي مسرح الأوبرا بالحمامات في دورته الأولى، مهرجان أول مرة يصير، بادرة نعتبرها طيبة وممتازة باش الناس تسمع وتشوف العروض اللي قاعدين نقدموا فيها في مدينة الثقافة وفي مسرح الأوبرا. العرض نتاعنا باش يكون نهار 20 أوت مع زوز أصوات شابة نعتبرهم أصوات كبيرة برشا، وإن شاء الله يا ربي المستقبل قدامهم كبير. الفنان أحمد الرباعي والفنانة آية دغنوج، برشا أغاني حلوة، برشا موسيقى، برشا طرب، برشا سلطنة. باش نسمعوا أغاني تونسية، أغاني شرقية، باش نسمعوا غنيات نتاعهم هما. حبينا نشارككم العمل هذايا، ومرحبا بكم إن شاء الله في مسرح الحمامات يوم 20 أوت.